هذه المناسبة بطبيعة الحال الاحتفاء بالعيد الأممي للطبقة العاملة الأممية والمغربية. احنا الآن في المقر ديال الاتحاد الجهوي لنقابة الرباط سلا تمارا في احتفال رمزي، احتفال بطبيعة الحال اللي سنحترموا فيه جميع الشروط الصحية لمواجهة الوباء ديال كورونا كوفيد-19. استمعنا إلى الخطاب ديال الأمين العام الاتحاد المغربي للشغل اللي توقف عليه على الوضعية العامة اللي تتعيشها الطبقة العاملة في إطار واحد المجموعة من التراجعات اللي تتعيشها اللي تعيشها العمال وكافة المأجورين. توقف كذلك على السياسات الحكومية اللا شعبية واللا ديمقراطية واللا اجتماعية اللي تتنهج هذه الحكومة والسالفة ديالها، واللي بطبيعة الحال تتستهدف الطبقة العاملة في أهم حاجة عندها اللي هو الاستقرار ديال العمل ديالها. كذلك توقف هذا الخطاب على مجموعة من الخروقات، مجموعة من الانتهاكات اللي تتمارسها الباترونة المغربية في استغلالها للجائحة ضد كورونا للطرد التعسفي والتسريح الجماعي للعمال والعاملات في مختلف القطاعات وبالخصوص في الشركات المتعددة الجنسية. فباسم الاتحاد الجهوي لنقابة الرباط سلا تمارا، باسم جميع المناضلين، نحيي الطبقة العاملة المغربية، نحيي كافة المأجورين المغاربة، نحيي الطبقة العاملة العالمية. نحن في المنظمة الديمقراطية للشغل نحتفل كسائر المركزيات النقابية عبر العالم بالعيد الأممي للطبقة العاملة، بالطبع مناسبة لتوجيه رسائل إلى الحكومة المغربية من أجل الرفع من الأجور والتعويضات وتحسين الوضع المادي للطبقة الشغيلة المغربية ومراجعة واحد العديد من الملفات المزمنة كضحايا النظامين في التعليم وفي الصحة، وكذلك الأساتذة المفروض عليهم نظام التعاقد، واحد العدد ديال الملفات مزمنة ظلت بالطبع في رفوف الحكومة. ونعتقد هذه مناسبة ديال فاتح ماي من أجل أن تسرع في المعالجة الجدية والمسؤولة لهذه الملفات، خاصة أننا عرفنا هذه السنة ارتفاع جنوني لأسعار المواد الغذائية الأساسية، لأسعار الماء والكهرباء، لأسعار الخدمات الأساسية من صحة وتعليم وسكن. لذلك نعتقد أن هذه السياسة الاقتصادية والاجتماعية اللي تتبع الحكومة اليوم أدت إلى مآسي اجتماعية. لا ننسى فاجعة طنجة، لا ننسى أن العمال يشتغلون في ظروف صعبة جدا، والمأساة اللي وقعت في طنجة تبين على أن ليس هناك بالطبع المراقبة ديال بعض المعامل التي تشغل العشرات من العمال في ظروف صعبة جدا بدون صحة وسلامة مهنية. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.